طيب بصي يا رباب، خلينا نتكلم بقى بصورة يعني أكثر عمقا. أنت جاي برضو من الصعيد، والصعيد البعض بيعتقد أو لسه عنده الثقافة دي أن الصعيد مغلق. الصعيد عايز أقول لحضراتكم فيه تطوير رائع جدا دلوقتي، وكمان في الفكر وفي الثقافة بشكل كبير، والمرأة الصعيدية حققت العديد ونجحت في مجالات كتيرة جدا، ويعني عايز أقول لك بيتقال فيها أشعار. أنا بكلم بجد، أنا مش بجاملك. فاعكس لنا المرأة دورها في الصعيد، وفكرة كمان أن أنت رايحة لمجال مش كومن قوي، يعني مش متعارف عليه قوي عندك، برضو كانت ردود الأفعال إزاي؟ مين كان بيشجعك؟ مين كان بيقول أو خايف عليكي مش ضدك، كان خايف عليكي؟ والله في البداية أكتر حد كان واقف معايا أهلي بأمانة. من أول أنا اختياري زي ما حضرتك بتقولي اخترت مجال مش سهل وصحافة ورياضية، فكان أول ناس واقفة معايا أهلي بأمانة، بيدعموني. لا انزلي وروحي ماتشات، وشايفين حبي للكورة وللماتشات وكده. ابتديت بعدين حوار وكالة اللعيبة، وبرضه نفس الكلام لقيت دعم منهم كبير جدا. في الآخر باقي يعني باقي كل اللي حواليا شايفين إن أنا ناجحة في مكاني وبعمل. بقيتي بتاخدي مساندة من الناس بالظبط، عندك. من كل الناس اللي حواليا بأمانة. حلو جدا. ده في حد ذاته يؤكد ان انت بتقولين ان في تغيير ملحوظ في الصعيد في الفتره الاخيره، حتى على صعيد الفكر. يعني واضح من كلامك ان حتى الاهل حتى ما استغربوش في مجرد ان اختيارك ده مش دارج قوي، وخصوصا للفتيات يعني. فواضح ان في تغييرات كثيره استجدت على الصعيد. برضو فرصه نعرف يعني منك شويه ملامح يعني متعلقه بيها، وخصوصا اللي ليها علاقه بالرياضه بصفه خاصه. والله احنا عندنا في الصعيد الدنيا فعلا زي ما حضرتك بتقول يعني ابتدت تتطور في المجالات وفي الكوره وفي الانديه وكده. الفكر ابتدى يتحسن، يعني هم شايفين ان بيطلع حكمات من عندنا، طلعت لعيبه كوره في كذا فريق وكده، كره قدم وفي جميع المجالات كمان وجميع الالعاب. فلا الفكر ابتدى يتطور بشكل كبير يعني.